المجتمع بدأ يتقبل هذه الأمور وبدأ يشجع على هذه الأمور من كثير يعني عكس السنوات السابقة. يعني السنوات السابقة لا كانت يعني ما كانت مطلعة أكثر، ما كانت يعني ماخذة خلينا نقول مساحتها أكثر، لكن حاليا لا، أنا جاي أشوف إنه من تقدم إلى تقدم يعني من خلال احتكاكي بالنساء. القيادة أولاً تعطي للمرأة شخصية ثابتة وقوية، ما تخليها تخشى أي شيء وما تخليها تحتاج أي أحد بالحياة. يعني هذا أهم نقطة أنا برأيي أشوفها، خاصة أنا كبنية. يعني هذا الشيء جاي يخليني أعاني هواي أمور، يعني من أحتاج أطلع أو أمارس وظيفتي تخليني أحتاج أخ أو أب. القيادة ما تخليني أحتاج هذه العناصر.